قبلي لهذا الإضراب المعلومات والصور تظهر أن هناك استجابة، أنت كيف تراها؟ بداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله الشفاء للجرحى. حقيقة هذا أمر يرفع الرأس، هذا يذكرنا بأجدادنا عندما يعني حكى لنا أبي عن الإضراب الستيني للاستعمار الفرنسي. الآن شباب سوريا يفطرون هذا العمل الأسطوري، لأن الاحتلال الفرنسي لا يقارن بالاحتلال الأسدي حقيقة. الإضراب عم العشرات من المدن والفضل يعود إلى حوران، من حوران هلت البشائر جميع قرى ومدن حوران، انخل الطيبة. طبعا نتكلم هذا بالرغم من التهديد الأمني الوحشي بإحراق المحلات والاعتقال والتنكيل لكل من لم يفتح، أو وتحت تهديد الفصل من الوظائف. جميع قرى ومدن حوران لم يصفوا، من انخل الطيبة لنمر لصنمين جاسم لنفيفة دير البحث وغيرها. نعم. ونمتد شمالا إلى ريف دمشق، تحديدا الغوطة الشرقية، حرستا، دوما، عربين، سأبة، حمورية، والضمير، وكفر بطمة، بالإضافة لدارية والزبداني. مدينة حمص كاملة لأنها هي العاصمة، عاصمة الثورة حقيقة، ويعني معريف معريف حمص طبعا، حماة المدينة بالكامل، معريف حماة يأتينا من كفر زيتة وضيفة الإمام فيديوهات، ومن قلعة المضيق في الدوينة والحويل والحواش. نعم. وإدلب ودير. لكن لا يبدو أن دعوة الإضراب تلقى استجابة واضحة أو صدى في دمشق بدليل التظاهرات التي خرجت أو المسيرات التي خرجت لتدعم النظام السوري. هذه المسيرات خرجت من طلاب الجامعة وطلاب المدارس والموظفين. طلاب الجامعة، بس بحب أذكرك أستاذي الفاضل، لدينا أكثر من 3000 طالب فصل من جامعات سورية بسبب التظاهر أو بسبب عدم حضور المسيرات المؤيدة. يعني إذا خير الطالب أنه ينفصل أو يحضر 3 ساعات، لا، بلا يروح مستقبله ويحضر 3 ساعات مسيرة مجبر، تخرج تحت الإكراه. ليس فقط الأمر لا يتوقف عند فصل الموظف أو الطالب، هذا يؤتى به ويحقق معهم عشرات الحالات. تم إيداعها 3 سنوات بالسجن بتهمة التآمر مع الخارج. أنت متآمر مع الخارجي لأنك ما دعمت قائد الوطن ووزيرة الإصلاح وهذا الكلام. لا، خلي أولادنا يروحوا يتظاهروا، أو يعني ما ولا ينقطع رزقه. هذا هو يعني. طب على صعيد الأوضاع المدنية، هناك أنباء يعني تتحدث عن مقتل 3 أشخاص برصاص قوى الأمن السورية، هل لديك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، حقيقة لدينا أكثر من 3 أشخاص. لدينا اليوم شهيدة هي كاترين خابور، عمرها 1.5 من حمص بالبياضة، وعنا غانية 6 أشهر من حمص بالبياضة. هذه رسالة لأخواننا بالجامعة العربية. وعنا شهيد من باب الدريب بحمص، وعنا شهيد من رستان، وعنا شهيد أخ من البياضة خابور عماد خابور، وعنا شهيد من إدلب من سراقب، عنا شهيد من جوبر من دمشق علاء أحمد الحرستاني، وعنا شهيد من دير الزور جاسم شاكر الخليفة. يعني هذا من جميع مناطق سوريا لدينا شهداء. أستاذ علي، هل هذا الإضراب العام يعني رسالة موجهة إلى وفد الجامعة العربية الذي يصل اليوم إلى دمشق؟ هي بداية موجهة للنظام السوري. ورقم 2 للجامعة العربية، أنه لا حوار، لا يمكن حوار مع من قتل هؤلاء، مع من قتل طفل عمره 1.5، مع من قتل طفلة عمره 6 أشهر لا يميز. هذه رسالة لهم حتى لا يقولوا أنه من الممكن أن نتحاور مع معارضة مدجنة. الأستاذ قدري جميل لا يختلف كثيرا عن الأستاذ شريف شحادة بنظر الثوار، لأنه واحد من النظام. يعني أفهم من كلامك أنكم كهيئة عامة للثورة السورية أو اللجان التنسيقية وعدد من الشخصيات السورية المعارضة ستستثنى من لقاء وفد الجامعة العربية؟ هم إذا تواصلوا معنا واتصلوا بنا سنلتقي بهم بشكل إفرادي، ونأخذهم إلى مناطق، إلى من قتل أخوها، ومن اغتصبت زوجته، ومن قتل ابنه، حتى يكونوا شهود عيان، لأن الإعلام ممنوع من دخول سوريا. طب هل يعني أنتم مستعدون للحديث مع وفد الجامعة، رغم أن مبادرة الجامعة العربية لا تنص كما تطالبون أنتم بتنحي الرئيس السوري، بل تدعو إلى الحوار، حوار الحكومة مع كافة أطياف وألوان المعارضة السورية؟ هذا الكلام مرفوض. لا حوار مع الجزار، رفعنا ب 8 تموز جمعة، لا حوار مع الجزار، يقصدون بشار الأسد، هذا أمر مرفوض. أما أن يلتقوا بنا حتى نأخذهم ويشاهدوا بعينهم ومن ثم يقطعوا العلاقات مع هذا القاتل المجرم، لأننا يعني دائما المشاهدة بالعين وسماع القصة من منعناها ستكون أوقع التأثير.
كثيرا في انفسهم لانهم جميعا يشاهدون. لا نعلم لماذا هذه الزياره حقيقه كان المفروض ان يلغوها لان شلال الدم لم يتوقف. لدينا اكثر من 200 شهيد ولدينا 2300 معتقل وهم يشاهدون هذا الشهيد يقنصه شهيد. هذا جميع محطات العالم العربيه والاجنبيه بثته وجميع يعني يشاهدون هذا. لماذا الزياره؟ كان المفروض ان يقطعوا الزياره وان يطردوا السفراء ويجمدوا العضوي وهم في مقرهم بالقاهره. اشكرك من دمشق علي حسن الناطق باسم الهيئه العامه للثوره السوريه. في تونس بدأ حزب النهضة الإسلامية الذي تصدر نتائج الجزئية غير النهائية لانتخابات المجلس الوطني التونسي التي جرت في البلاد يوم الثلاثاء الماضي.